السلام عليكم ورحمة الله تعالى مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة التي أريد منكم يعني الإنصات وتدبر هذا الأمر، لأنه مهم ومهم جدا، وهناك احتمال أن يكون هناك تغيير بخصوص هذا الموضوع الذي سوف أتطرق إليه في هذا الفيديو في هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل. فأتمنى منكم تفهم هذا الوضع، لأنه يهم الهجرة لكن في حالة، وهي الأناس الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيما يسمى بسياحة الإنجاب أو سياحة الولادة. فمن يهتم بهذا الأمر فليتابع هذا الفيديو إلى نهايته. مرحبا بكم مجددا. هناك العديد من الناس الذين يرغبون في أن يرزقوا بأطفالهم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، كي يحصل ذلك الطفل أو تلك الطفلة على الجنسية الأمريكية، بمعنى أنهم سوف يضمنون لأبنائهم يعني مستقبل زاهر بسبب الأوضاع التي يمر بها العديد من الدول العربية اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا وغيرها من الأمور. فهذا يدخل فيما يسمى بسياحة الإنجاب أو سياحة الولادة. هذا الأسبوع وبالضبط أمس يعني الأحد، طلب الرئيس الأمريكي بأنه يعتزم وضع ضوابط تنظيمية للحد من استغلال التأشيرات القصيرة الأجل للأجانب والتي تستخدم لإنجاب الأطفال داخل البلاد. هذا هو المخطط الذي طرحه الرئيس الأمريكي أمس الأحد، الذي من خلاله يريد وضع ضوابط تنظيمية من استغلال التأشيرات القصيرة الأمد مثل السياحة، والتي يقوم من خلالها البعض باستغلال هذه التأشيرة لكي يرزقوا بأطفال هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحصل ذلك الطفل على حقه في الدستور الأمريكي، الذي هو أن أي مواطن ولد على الأراضي الأمريكية فهو من حقه الحصول على الجنسية الأمريكية. فالمخطط يهدف كما قلت إلى فرض أو منع تأشيرات دخول قصيرة الأجل للأجانب إذا كان هناك اعتقاد أن التأشيرة سوف تستخدم لتسهيل المواطنة التلقائية من خلال ولادة طفل لم يولد، من خلال ولادة طفل لم يولد. فهذا الأمر الآن يقال أن هناك يعني قرار سوف يتخذ نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل. فإذا كان هناك أي قرار فسوف أقوم بالتعليق عليه ووضع فيديو بخصوص هذا الموضوع. من باب المعرفة ومن باب الإفادة سوف أوضح لكم قصة وقعت شهر دجنبر الماضي في ولاية كاليفورنيا. هذه القصة بالإضافة إلى حالة أخرى هي التي أدت إلى أن الإدارة الأمريكية سوف تأخذ مثل هذه الضوابط يعني الصعبة اتجاه التأشيرات القصيرة الأمد. فالقصة باختصار تتعلق بسيدة صينية تجني مئات أو ملايين الدولارات من سياحة الإنجاب. سيدة تجني ملايين الدولارات من سياحة الإنجاب. فكما قلت في شهر دجنبر ألقت السلطات الأمريكية القبض على سيدة صينية تقريبا عمرها 41 سنة. هذه السيدة الصينية أو تشاينيز تقوم بمساعدة نساء من الصين على السفر إلى أمريكا للولادة حتى يحصل أطفالهن على الجنسية. وللقيام بذلك قامت هذه السيدة على مدى تقريبا 3 سنوات بتأسيس شركة سمتها يو وين يو اس اي فاكيشن سيرفيسز كوربوريشن. يو وين يو اس اي فاكيشن سيرفيسز كوربوريشن. هذه الشركة تقوم بتدريب العائلات على ما ينبغي قوله في مقابلات الحصول على التأشيرة، يعني توضح لك كيف تتعامل مع ضابط الهجرة في القنصليات الأمريكية في الصين، ووفرت لهم طرقا
لتجاوز ضوابط الهجرة، يعني التلاعب بقوانين الهجرة، يعني شرحت لهم الأمر وقامت بتوطينهم واستئجار شقق راقية في أحياء راقية في كاليفورنيا لمدة 3 أشهر حتى تلد السيدة طفلها، وبعد ذلك تغادر إلى بلدها. أغلب الزبناء الذين يعني يتعاملون مع السيدة هم محامون، أطباء، مهندسون، يعني ناس يعني لديهم مصاريف، يعني عندهم أموال في 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 الصين الشعبية. لكن الوكالة الأمريكية للهجرة أو إنقاذ قوانين الهجرة تقول أن السيدة تلقت خلال 2 عامين 3 ملايين دولار، 3 ملايين دولار من التحويلات البنكية الدولية من الصين. يعني عندما تأكدوا من الأمر حاولوا معرفة يعني تعاملاتها المالية، فوجدوا بأنها توصلت ب3 ملايين دولارات من المعاملات يعني من الصين، وأنها ليست هي الوحيدة، بل هناك تقريبا 20 شخصا يقوم بنفس يعني الشيء، يعني التهمة تحايل على الهجرة للحصول على تأشيرة. بالطبع لما تم إلقاء القبض عليها وجهت إليها لائحة بالتهم الفيدرالية، يعني بأنها روجت لأعمال وقامت بالازدراء بالولايات المتحدة الأمريكية، يعني تلاعبت بالولايات المتحدة الأمريكية. هذه السيدة عندما كانت تخاطب زبنائها أو عندما تريد إقناع زبنائها كانت هناك نقاط تقوم بشرحها لهم من أجل يعني جلبهم وإقناعهم بالتعامل معها، وبالطبع قدوم الولايات المتحدة الأمريكية وحصولهم على الجنسية لأطفالهم. فمثلا كانت تخبرهم بأن أمريكا تتمتع بالجنسية الأكثر جاذبية، يعني بسرعة أن الإنسان يحصل على الجنسية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تخول له مثلا العديد من الأمور. كانت تخبرهم بأن أمريكا لديها قوة عسكرية وقوة تكنولوجية وقوة يعني سياسية وغيرها من الأمور. كانت تخبرهم بأن التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية تعليم مجاني إلى غاية سن 13 عاما أو سن الهاي سكول، يعني عندما يحصل الإنسان للهاي سكول أنا ذاك يعني عندما ينتقل الكالج أو الجامعة أنا ذاك عليه دفع المصارف، لكن ما قبل الهاي سكول يعني من أول قسم ابتدائي إلى غاية آخر سنة ثانوية بالطبع التعليم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية مجاني. فهذه من الأمور التي كانت تركز عليها. كانت تركز على مكتسبات فترة التقاعد، أنه ربما هذا الطفل عندما يتقاعد أو شيئا من هذا القبيل أو عندما يصبح يعني سنه 18 ويقوم بجلبكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكان سنكم يعني سن متقدم يمكنكم مثلا التقديم على بعض الأمور والاستفادة من بعض الأشياء. كانت تتحدث لهم على الرعاية الصحية المتطورة في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت تخبرهم بأنه أي إنسان مواطن حصل على الجنسية الأمريكية لديه الحق في الالتحاق بالوظائف الحكومية، وهذا أمر حقيقي لأن أي مجنس يمكنه التقديم على الوظائف الحكومية إذا توفرت فيه مثلا الشروط. كانت تخبر النساء القادمات إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن يأتين في وقت الحمل ليس ظاهر عليهم، يعني على الأقل 3 أشهر أو 4 أشهر، يعني السيدة لا يكون يعني ظاهر عليها عندما ذهبها للمقابلة أن يكون ظاهر عليها أنها حامل. أوكي. في الأخير أكدت بأنها تتعامل مع 500 عميل وعندها فريق مكون من 100 يعني موظف. فهذه السيدة كما قلت بالإضافة إلى حالات أخرى ربما لا نعرفها هي ما دفعت الإدارة الأمريكية بأن تطالب بوضع خطة يعني لتقويض التأشيرات القصيرة الأمد لدخول الولايات المتحدة الأمريكية، والتي على أساسها هناك بعض الناس يعني يرزقون بأطفال ويحصل أولادهم على الجنسية الأمريكية. فهناك قرار قلت ربما سوف يطبق هذه الأسبوع أو الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين أستودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.